أول مرة ركب فيها العجلة وقعت واتخرشمت. أخويا قال لي وعليكي من ده بإيه؟ قلت له نفسي أتعلم أركب عجل. نفسي أسوق وأنا سايبة إيدي ومغمضة عيني وبجري في وسط الغيطان. قعد يضحك عليا. بس أنا قلت له بكرة تشوف. اتعلمت. وسبت الجادون وغمضت عيني وجريت. كنت حاسة إني طايرة. ودلوقتي دورها، لازم تتعلم. أول ما اتعلمت أركب العجلة كنت باخدها كل يوم وأروح بيها المدرسة. كانت العيال بتقعد تتريق عليا وتقولي بنت تركب عجله، بس انا ولا كان بيهمني. كنت كل يوم بروح بيها المدرسه واربطها في شجره موجوده قدام باب المدرسه، وادي ارضيه لعم محمود صاحب عربيه الفول اللي قدام الباب واقول له ياخد باله منها. معلش. لا دي بتوجع قوي، مش عايز اتعلم. هو لازم كده في الاول، تقعي وتقومي وتفضلي تقعي وتقومي، لازم تجربي، وبعدين هيجي عليكي وقت تجري بيها وانت سايبه ايدك الاثنين. يلا قومي جربي تاني. يلا بلاش دلع، قومي بقى. يلا امسكي كده. صباح الخير. صباح النور. على فين كده من صباحيه ربنا لابسه ومتشيكه؟ ما هو يا دوب عشان الحق المواصلات وهي رايقه. هنزل على مصر عشان امضي عقد الشغلانه الجديده، بس الاول هروح المركز، هطلع على القسم اعمل فيش وتشبيه، وبعدين انزل على طول على مصر. استغفر الله العظيم يا رب. احنا مش اتكلمنا في الموضوع ده امبارح وقفلناه خالص؟ لا ما اتكلمناش، انت قلت لي لا من غير حتى ما تسمع. اسمع ايه؟ انت عايزه تسيب البيت وتشتغلي في مصر وتسكني لوحدك؟ انت فاكره نفسك مين؟ واحده من بتوع المسلسلات اللي انت عماله تتفرج عليهم ليل ونهار؟ ما تفوقي بقى يا بنتي وتعيش عيشه اهلك. استغفر الله العظيم يا رب. بقول لك ايه، مفيش شغل بره البلد، وده كلام نهائي ما فيهوش فصال خالص. لا في بقى طبعا، ما انت كبرتي وكلامك بقى من دماغك، ولا يهمك اخوك اللي كبرك وعلمك وخلاك بني ادمه بعد ما ابوك وامك ماتوا. خلاص عودك قوى وشد، واول حاجه هتعمليها هتخرجي عن طوعي. احمد انت عارف ان جميلك ده على راسي وعمري ما هنساه طول عمري، وعارف كمان ان انا ما اقدرش اخلفك ولا اخرج عن طوعك. طبعا ما هو باين، بس لو تسمعني ونتكلم. على العموم انا مش هغلب معاكي يا احمد، والنبي اسمعني. طب بص لو ما عجبكش الكلام خلاص والله مرة اعمل واتنين اللي انت عايزه. وثلاثه ومفيش فايده يا احمد والنبي اسمعني. اقول لك ايه؟ اشرح لك ولا اعمل ايه؟ ما هعمل اللي انت عايزه والله. لا جيت ايه؟ فلوس؟ مفيش فلوس. لو النبي يا احمد ما تعملش كده. اوعي ايدك، اوعي ايدك، اوعي ايدك. وبطاقتك اللي انتي مفكره ان هي عامله لك شخصيه وسط الناس اهي، ولا تزعلي نفسك خالص. لو النبي يا احمد مش كده. في حاجات بتحصل بتكسر الواحد. يوم مامي ماتت ولقيت البيت مليان بستات لابسين اسود وعمالين يصوتوا ويعيطوا. يومها كانت اختي لسه حته لحم حمرا، وكل واحده فيهم عماله تدور على واحده ترضعها مع عيل من عيالها. كنت واقفه يومها عاجزه، حاسه ان مفيش في ايدي حاجه اعملها. يوم حرق لي البطاقه حسيت ان هو داس عليا، اني مش موجوده. بس الفرق بين دلوقتي وزمان اني دلوقتي مش عاجزه. مش هسكت، مش هخليه يكسرني. المهم دلوقتي هعرف اتصرف واجيب فلوس، وبعدين ابقى اروح القسم واحكي لهم على اللي حصل. هقول لهم اخويا حرق لي البطاقه، واكيد هم هيطلعوا لي واحده جديده. يا مساحر يا مساحر يا رب. بقول لك ايه يا عم، بتشتري ألمونيا؟ انا بشتري اي حاجه قديمه يا بنتي. قديم ايه ده؟ جديد. اشتريته من مكافاه التفوق بتاعتي عشان احطه في الجهاز بتاعي. قديم جديد ما بتفرقش معايا، انا اصلي بشتري بالكيلو. طب خد اوزن وقول لي كام. طيب يا بنتي امسكي يا عروسه. كده دول يقطعوا 40 جنيه. قليل قوي يا عم، والنبي هزها شويه، انا محتاجه الفلوس دي عشان افك بيها ازمه كبيره قوي. ماشي يا بنتي،
انا هزودك كمان 20 يبقوا 60. بس لو تلاقي لي عندك كده حاجه معدن كده كبيره كده توزن معاهم تبقى معقوله قوي. استنى خد خلاص مش عايزين ماشي يا بنتي. انا مش فاهمه اشمعنى يعني موضوع الشغل ده اللي معصلك فيه. ممكن يكون غيران عشان هقبض اكتر منه مثلا، ولا ممكن يكون فاكر لما اشتغل هتكبر عليه. ده يبقى ما يعرفنيش، ما يعرفش ان وقفته جنبي عمري ما هنساها له، وان جميله ده هفضل شايلاه على راسي طول عمري. السلام عليكم. ايه بقول سلام عليكم. وعليكم السلام. لسه زعلانه؟ انت رايك ايه؟ رايي انك عايزه تسيبينا وتبعدي عن بيت ابوكي. انا سيبكم ليه؟ هو انا ليه مين غيركم؟ وبعدين بلاش والنبي سيره ابوك دي، وخليك فاكر مين اللي حرق اسمي واسمه ورماه على الارض. الحريقه اللي بجد هي اللي تخلي الناس تتكلم عليا وعليكي. الناس تقول ايه في البلد؟ انت فاكراها بالسهل كده تروحي وتسكني لوحدك؟ ليه؟ مالكيش اهل؟ وبعدين الواحده ملهاش الناس. ملهاش ايه؟ ملهاش غير بيت جوزها وعيالها، مش كده؟ اه عندك اعتراض؟ ده امر ربنا هو اللي خلى نظام الدنيا كده. كده اللي هو ازاي يعني؟ من بيت ابوها لبيت جوزها للقبر؟ فين والنبي العدل في كده؟ وبعدين هو الشغل كان حرام؟ محدش قال حرام، بس عيب، عيب تسكني لوحدك. الناس هتقول علينا ايه؟ يعني انت يهمك كلام الناس اكتر من اختك؟ لو كده يا احمد بقى يبقى لازم تسمعني. انا كل اللي طالباه منك انك تبقى جنبي، تبقى في ظهري وسند ليا. عايزاك تساعدني في اللي هعمله، وتتاكد كمان ان عمري ما هتغير ولا هسيبكم. مش هتسيبينا ازاي يعني؟ فهميني. مش انت كل اللي يهمك اني ما باتش بره البيت؟ ويهمني انك تبقي متصانه، لا تتبهدلي يوم في مواصلات ولا حد يترزل عليكي. عايزك تبقي تحت عينيا، مش عشان انا مش واثق فيكي لا، بس المفروض احميكي انت واختك. طب انا هتفق معاك اتفاق، سيبني اجرب اسبوع واحد بس، اسبوع واحد اروح وارجع كل يوم، ولو لقيت نفسي مش قدها والله العظيم انا اللي هقولك. اقولك حاجه تانية، تعالى معايا وقابل صاحب الشغل عشان تبقى مطمن لو ده هيريحك. يعني ايه؟ يعني انا عايزاك تديني فرصه زي ما ادتني فرصه زمان. فاكر لما علمتني اركب العجله وسبتني كمان اروح بيها المدرسه؟ الناس كلها قاعده تتكلم وتتريق عليا وتقول بنت تروح المدرسه بعجله ازاي يعني، بس انت ساعتها ما همكش. مش عارف. ما تيلا بقى يا احمد عشان خاطري، ما تزعلهاش. نعمل البطاقة الأول وبعد كده ربنا يقدم اللي في الخير. لما الواحد بيعوز حاجة بجد بياخدها، حتى لو الدنيا كلها وقفت قدامه.